السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو مناشدة من طالبة صف ثالث متوسط من محافظة بابل. تناشد وزير التربية، تقول: أستاذ أنت مثل أبونا، نريد 10 درجات، لأن دور الأول يعني انشغلنا بتسريب الأسئلة، دور ثاني وقالوا طالع ب3 ما يمتحن، قريب الامتحان قريب الامتحان قالوا يمتحنون، واني ما لحقت وطالعة ب3، واني هسه بس بعد لي 9 درجات وانجح، حرامات اعيد سنة على مود 9 درجات. هي طالعة بالاحياء ماخذة 41، طبعا من حقها، يعني محتاج لها 9 درجات، تقولوا انجح، حرامات تعيد سنة على مود مادة وحدة وهي مادة الاحياء، فنقول يعني من حقها الطالب 10 درجات أو دور ثالث، أما 10 درجات أو دور ثالث، تناشد وزارة التربية بإعطاء 10 درجات أو دور ثالث للصف الثالث متوسط، طبعا والثالث ابتدائي. فهذه الطالبة فاطمة من محافظة بابل، يعني واقعة بس بدرس واحد، مو تقولون مثلا بدرسين، واقعة بدرس واحد وهي مادة الأحياء. شنو الأحياء؟ واحد يعني يرسب بي أو يعيد سنة على مود مادة الأحياء، فإذا جتها 10 درجات هي محتاجة 9 درجات، إذا جتها 10 درجات تخلصها من سنة كاملة وتخلصها من صف الثالث متوسط. فيعني دتراسلني ودتبكي ليل مع نهار، لا تاكل ولا تشرب، يعني حالتها يعني ميؤوس من عندها. فهسه قبل لحظات راسلتني وقالت لي، قلت لها يوميا جاي انزل مناشده على قناتي، وما على الرسول الا البلاغ، راح انزل المناشده مالتش عسى ولعل توصل الى وزاره التربيه، لان يعني صدق يعني حرامات على مادة الأحياء وعلى 9 درجات تعيد سنة، يعني مو تقولون مثلا بدرسين أو يعني ماخذة 30 أو 35، هن 9 درجات. فصعدونا للفيديو لايك حتى أنتم تستفادون، اللي يريد 10 درجات أو يريد دور ثالث هي ما عندها مانع، تقول لو 10 درجات هي محتاجة 9 درجات لو دور ثالث. صعدوا للفيديو لايك، إن شاء الله توصل المناشدة إلى وزارة التربية وإن شاء الله خير.